إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين. النهارده بقى يا حبيب قناه البيت احنا هنعلم الملوخيه. عايزين نعلم بناتنا بقى الصغيرين اللي هم بيخلصوا الكليات وعايزين لسه يتعلموا الطبيخ. هنعلمهم حاجات بسيطه جدا النهارده. هنعمل لهم النهارده ايه؟ الملوخيه. لازم يتعلموها كده بالراحه عشان هم يعني ايه بيكبروا دماغهم في الدراسه وما بيعملوش حاجه. فنقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مرقه اهيت، هناخد شويه نحطها في الحله. ماشي، ديت مرقه فراخ جميله جدا مع الملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو رايات نشيلها منها. بسم الله الرحمن الرحيم. بس عايزين نقول ايه؟ بلاش نكتر الورق قوي عشان لو رايات المخيم ايه متبقاش سايحه قوي. مش نشغل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجات اللي احنا عايزينها بقى ادي مرقه في الحله اهيت، ومعلقه كزبره، ومعلقه ثوم، وشويه طماطم صغيرين، طماطم صغيره، ونص كيلو ملوخيه. وهنشوف هنعملهم ازاي يا حبايبي. كل ما تبقى المرقه حبه صغيرين يعني مش كتير قوي عشان ما تبقاش سايله. لو بقت سايله مش هنعرف نصلحها، انما هي دلوقتي لو تقيله هنزود شويه مرقه وهتبقى جميله ايه ان شاء الله باذن الله. يلا بقى نشوف مع بعضنا كده هنعملها ازاي. المرقه اصلا سخنه وهتغلي اهي. هننزل الملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفكها. محتاجه مرقه نحط لها احسن ما ايه ما تيجي هتبقى سايله مش هنعرف نفكها خالص وكده يعتبر باظت خلاص. بتفصل عن بعضها متبقاش كويسه خالص كده. يعني من ايه؟ بنعلم حبايبنا الصغيرين لسه عايزين يتعلموا يخشوا المطبخ. في طبعا بنات صغيرين بيبقوا عسل وبيعرفوا يطبخوا كل حاجه، بس برضه في بنات ما بتخش ما بتتزنق بقى وبتتجوز بتخش بس ما بتبقاش عارفه ايه. فبنعلم. ربنا يوفق الجميع يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ملوخيه جميله زي ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله اكبر. ملعقة طماطم جميلة جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا الملوخية في الوقت دوت يعني ايه لسه طرية كده وروعة، طعمها روعة دلوقتي، طعمها جميل اوي. لسه الملوخية طالعة دلوقتي طعمها جميل اوي. كل يجربها يدعيلي ان شاء الله. الله ما شاء الله الملوخية بتاعتنا جميلة ازاي؟ الله أكبر عليك، الله أكبر عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أحلى شوية ملوخية تشوفهم إن شاء الله، ما شاء الله قوة إلا بالله. روعة روعة روعة. أحلى ملوخية مع قناة ست البيت إن شاء الله. أهم حاجة حبايبي الصغيرين بلاش نزود المرقة أوي، لو زودنا مرقة أوي وسابت مننا كلها مش هتبقى حلوة خالص. ديت كده جميلة إن شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكل اللي هياكلها من إيديكوا هيدعيلكوا. جميلة جدا. الله أكبر. الملوخية ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. طبعا الملوخية ما بتغطاش، ما بتغطيش الملوخية خالص يعني ما بنغطيهاش. طالما غليت كده هي كده استوت. نغسلها بقى ونعملها. الملوخية ما بتتغطاش يا حبايبي، لو غطيتوها هتسقط لتحت. ماشي، ملعقة سمنة بلدي بقى، نحط ملعقة زيت. وعليها ملعقة سمنة بلدي. واللي هياكل هيدعيلكوا يعني. يلا ربنا يوفقكم يا بناتي. البنات الصغيرين دول عايزاهم يتعلموا الطبيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شويه ملوخيه. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هذا كله بنات الصغيرين كده يتعلموا الطبيخ. مفيش احسن من اكل البيت، مهما جبتي اكل من بره مفيش احسن من اكل البيت.
ولا انضف من الاكل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا الثوم وحطينا عليه الكزبرة، كزبرة ناشفة، معلقة سمنة، معلقة سمنة بلدي، معلقة زيت، وأحلى من أخويا تاكلوها بقى من إيد ست البيت. بعد كل حبايبي الصغيرين يتعلموا، الواحدة مهما اتعلمت لازم تتعلم الطبيخ، هو زي عشان أساس بيتها وحاجتها وولادها لازم تتعلم الطبيخ. عايزين كل بناتنا يتعلموا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. كده الثوم اصفرت هيا بقى، انتوا الشف. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. احلى شويه ملوخيه تشوفوهم. شكرا لحضراتكم، مع رجاء عمل لايك وشير وسبسكرايب مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.